عمل تروم تروم اشتغل من جديد. هنا بنخلي البطاطس أكبر والهوت دوغ أصغر وبنخترع روبوتات حقيقية. تابعوا معنا الأفكار الجديدة دي وغيرها في الفيديو الجديد. بروفيسور بيكر قرب يكتشف شيء مذهل. العالم المجنون اخترع روبوت جديد تماماً. دلوقتي هيختبرها. أهو الاختراع الجديد، النموذج سوزي الإصدار الأول. يلا نشوف الروبوت هتعمل إيه في المهام البسيطة. تقدر تمسك كوباية، يعني أطرافها العلوية بتشتغل كويس. هايل، يلا نبتدي. 3 2 1. أوبس، واضح إن في حاجة غلط، المعمل بقى ضلمة. لكن أفضل شيء إن سوزي كويسة وبخير، بتتحرك وتبتسم، واضح إنها عايزة تاكل. أكيد لازم تأكل الاختراع بتاعك يا بروفيسور. بيكر هيبدأ بالنودلز مع الروبوت. هنضيف صفار بيضة للدقيق والملح ونصنع عجينة سميكة. نخليها طبقة رقيقة ونقطع دايرة، نقسمها لشرايح ونسيبها لمدة 3 ساعات. نسلقها في مية بملح ونقطع الخضار ونقليه في الزيت ونقليه مع النودلز لما تكون جاهزة. نصنع علبة من الكرتون بالتصميم الصيني ونجمعها ونربطها ونملاها بالنودلز الصغيرة. نبدل عصيان الأكل بأعواد الأسنان. النودلز الصينية هي طبق العالم المفضل، هو متأكد إنه هيعجب الروبوت. بيكر بيتفرج على التجربة، المضغ شغال كويس، مؤشر إن الفك سليم. لكن الطبق ده صغير جداً، مش كفاية عليها. سوزي عجبها طعم الأكل وبتستخدم الكهرباء علشان تطلب أكتر. بسرعة يا بيكر، العالم قرر إن هو يكبر الطبق، ده هيكفي جيش كامل من الروبوتات. هنقطع الطماطم والبتنجان والفلفل والكوسة، نقلي الخضروات في الزيت ونصنع النودلز بنفس الوصفة المصغرة ونسلقها في المية المغلية. نقطع 4 جوانب من علبة أكل الصيني والناحية الغامقة في الأعلى. نغطيها من الداخل بالفويل. نقطع الكلمات والرسومات الصينية للزينة ونرفقها في الجزء الأمامي من الصندوق. نجمع العلبة الضخمة ونلزقها ونرفق القاعدة. نملى العلبة بالنودلز وعليها الخضروات المقلية. يا ترى معدة الروبوت هتتحمل كل الكمية دي؟ البروفيسور بيراقب التجربة. شيء مدهش جداً، الروبوت قدرت تنجح في اللي بيفشل فيه الناس العادية. سوزي ممكن تاكل ووزنها زي ما هو. بينجو، النودلز العملاقة خلت طاقتها أكبر، رجعت الإضاءة للمعمل مرة تانية. العالم اتوصل لنتيجة، الروبوت لما تاكل كويس هتنور محطة طاقة. يلا نتأكد من مهارات سوزي الإبداعية. الروبوت بتاعتنا مهاراتها متعددة، خلونا نشوف لو هتعرف تعزف على الجيتار. لكن سوزي مش فاهمة يعني إيه أوتار. يا ترى هتقدر تقرأ كتاب تعليم الجيتار؟ ولا نخليها تاكل مرة تانية؟ لكن المرة دي كمية قليلة علشان النتيجة ما تبقاش كبيرة. الهوت دوج الصغير ده ممكن يكون مناسب. هنقطع جزء من الخبز ونصنع حفرة بعود خشبي وقطعة من الهوت دوج المسلوق بالشاليمو ونملى بيها قطعة الخبز.
نطبع كلمة هوت دوغ ونغطي الهوت دوغ بالمستردة والكاتشب. سوزي بتاكل الهوت دوغ. الموضوع مختلف دلوقتي، هتقدر تعزف على الجيتار من بيتهوفن لحد وقتنا. نتيجة التجربة هو إن الروبوت لما بتاكل بتكون موسيقية عبقرية، لكنها للأسف بتشعر بالجوع بسرعة كبيرة. بروفيسور بيكر عاوز يتأكد من نشاط دماغ الروبوت. طيب، مش هنقيس معدل الذكاء بالمسطرة، هنبدأ بمستوى الصف الأول. عملية حساب بسيطة. في مشكلة هيواجهها العالم. سوزي مش عارفة إزاي تمسك القلم. فاكراه أكل، جايز الروبوت بياكلوا الأقلام؟ لا، سوزي جعانة جداً، محتاجة وجبة خفيفة عشان تعرف تشتغل. العالم معاه بطاطس محمرة، أكيد هتكون ألذ من القلم. عقل سوزي بيشتغل مع كل قطعة. دلوقتي تقدر تحسب، لكن بيكر عاوز مسألة أصعب. وصل لنتيجة، كل ما المسألة تبقى أصعب، كل ما طلبت أكل أكتر. ممتاز، هنستخدم مصل التكبير. كام نقطة منه والبطاطس حجمها هيتضاعف 10 مرات؟ هنصنع شكل صندوق البطاطس على الورق الأحمر. نقطعها ونربطها باستخدام الغرق. نرسم حرف M من الورق الأصفر ونثبته في المنتصف ونضيف التفاصيل. نملى الصندوق بالبقسماط المصنوعة من البطاطس. الروبوت بتاكل البطاطس المقلية العملاقة، لكنه للأسف نسي الكاتشب العملاق. سوزي مش عاجبها أبداً الحجم الصغير ده. تمام، هنضيف مصل التكبير. نملى عبوة بلاستيكية بالكاتشب ونرفق لها غطا من ورق الفويل. نطبع عليها اسم الكاتشب ونلزقه. كده أفضل. دلوقتي سوزي ما عندهاش أسئلة، عندها بس الإجابات الصحيحة للمسائل. نتيجة التجربة لما الروبوت بتاكل كويس بتكون بديل للآلة الحاسبة. البروفيسور شغال على حاجة جديدة، لكن سوزي بتشتته. سوزي فعلاً بتزعج بيكر، محتاجة تاكل مرة تانية، كده كتير. هيحتاج إنه يفتح معمل تاني علشان يأكل الروبوت دي. المرة دي معاه كيس من الكورن فليكس. الروبوت بتبدأ في الأكل. المعلقة هي أهم حاجة عند سوزي، لكن الكمية مش كفاية للأسف. سوزي حولت الكيس بمجرد نظرة علشان تقدر تاكل كورن فليكس أكتر. هنقطع رقائق الخبز لشرايح ونغطي الصينية بالورق ونملاها بالشرايح ونضيف لهم العسل. نسيبها في الفرن لمدة 5 لـ10 دقايق على درجة حرارة 160. نصنع كيس كبير من ورق السوليفان ونلزقه بلزق شفاف ونرفق اسم الكورن فليكس. نملى الكيس بالرقائق العملاقة لما تجهز ونربطه. الكورن فليكس كبر قدام عيوننا. هي دي بجد قوة العلم. لكن بيكر فهم اللي حصل. سوزي قدرت تكبر الكورن فليكس لأنها أكلت مصل التكبير مع البطاطس والكاتشب. الروبوت قدرت تتعلم الدرس فعلاً. البروفيسور تعب جداً من الشغل وقرر إنه يشرب الحليب، لكنه مش هيقدر يشرب والروبوت جعانة جنبه. سوزي بتطلبه بالمشاركة فوراً. بيكر مش هيقدر يتحمل أكتر من كده. اتفضلي، خدي ده وامشي.
هنحتاج إزازة صغيرة. نصنع شريط رفيع من الفويل ونغطي به الفلين. نرفق دايرة من الفويل ونملى الإزازة بالحليب ونعلق عليها الاسم المصغر. مش سهل نخدع سوزي، فهمت إن الكمية دي صغيرة جداً. لا يا بيكر، عاوزة كوباية أكبر وإلا هتندب. البروفيسور وافق بسرعة وعاوز دلوقتي يهرب من الروبوت الأكولة، لكن الموضوع مش سهل. سوزي شاطرة في استخدام الكهرباء، نتيجة التجربة إنك مش لازم تزعج الروبوت. خلي بالك يا بروفيسور. عجبتك أفكارنا الغذائية الإبداعية؟ اكتبي في التعليقات هتأكلي الروبوت الخاص بيكي إيه؟ وما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في قناتنا وتضغطي الجرس علشان ما تفوتكيش حيل جديدة صالحة للأكل من معمل تروم تروم.